ماذا أخذنا؟ من يعيد لي هذه الأبواب؟ لا إله إلا الله. ها أخواني، ها الشيخ أنت هنا. الباب الأول قبله من الشرك، وقبله لا حد يتكلم. إخواني تفسير التوحيد، وفسر التوحيد بضد الشرك في الدعاء، والشرك في المحبة، والشرك في الطاعة، والشرك في النية والإرادة والقصد. وباب من الشرك ماذا؟ الحلقة والخيط. قلنا إذا اعتقد تأثيره بذاته الشرك أكبر، اعتقد أنه سبب وليست بسبب أصل، تمام. وثم قال باب، لماذا لم يقل من الشرك؟ لأن الرقية شرعية وشركية. الشرعية تكون من الكتابة والسنة وبإسماء الله وصفاته، كلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية. الثالث نعتقد أنها سبب، اختل شرط شركية. والتمائم كلها من الشرك، إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة، لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم وكراهية السلف فتح باب شر وامتهان للقرآن. بعده التبرك شرعي وحسي. لا، مشروع وممنوع. ممنوع شرك أصغر. المشروع حسي كتب الأئمة، أو شرعي الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام تابع بين الحج والعمرة، الصلاة في مسجد قباء، صح؟ تمام. بعده الذبح لغير الله محبة وتعظيم، الشرك أكبر. ولا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولا نكثر سواد أهل الباطل. والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة بابها باب الدعاء، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. ذكر المؤلف فائدة مهمة جدا في باب التبرك، قال أن المنتقل من الباطل، الذي ينتقل من الباطل، وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل، بعض الناس يتوب يكون على مذهب ضلال، إمام عند علماء الضلال، ثم يتوب يهديه الله سبحانه وتعالى ويتوب، ثم يؤلف في معتقد هؤلاء الباطل. نسمع له؟ لا. من يقول هذا؟ أئمة الإسلام يقول هذا. يقول هو رحمه الله في المسائل أن المنتقل من الباطل، لأنه قال هو يحتج بماذا؟ ونحن حدثاء عهد بكفر بشرك. قال المنتقل من الباطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من الباطل، فلا نقرأ له. اقرأ لشيخ الإسلام يا أخي، صح؟ لماذا تقرأ؟ قال هذا يعرف، شيخ الإسلام لا يعرف. ولهذا الآن ينزل كتاب أو أشرطة حقوق النسخ محفوظة والطبع الأولى وكذا وكذا، لا تقرأ، لا، انتهى من كتب من؟ شيخ الإسلام أحسن لك والله، صح؟ وارتاح، لا إشكال تحمل الكتاب هكذا، يرى الناس ما في إشكال، صح؟ أما ذاك الكتاب تحمله هكذا تخفيه، لماذا؟ أحسن ارتاح من الجميع. الطعن الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. أي إنسان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. طعن في الله سبحانه وتعالى، لأن الله اختاره سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنه، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. طعنوا في دين الله، لأن لو طعنا فيهم معنى هذا نقل لنا الدين من أناس فيهم. الثالث طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء على دين خليل، وقال لا تسبوا أصحابي، وطعنوا في الصحابة هذا واقع. ماذا تصنع؟ انتبه. معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة ألا نذكر الصحابة إلا بخير. لا تقرأ، لا تسمع، لا تتكلم، سلامة إيش؟ قلوب والألسنة.
يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا يجوز القراء في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة. من يقولها؟ بن عثيمين رحمه الله. لأن الله سبحانه وتعالى لا يسألك يوم القيامة عن الفرقة الباغية، لا يسأل، لكن سائلك الله عما تعتقد في قولي والذين جاءوا من بعدي، وسائلك الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابك. مفهوم؟ نعم.